وها قد جاء تحدي الجينجا، وهنشوف مين من الأسرتين اللي هيوقع البرج النهاردة. حد عايز يعترف على نفسه؟ لا. مش عايز؟ ماشي، أوكي. يلا يا فندم، أستاذ عماد ابتدي. أول واحدة أسهل واحدة، ما تقلقش. شلان. ما أنا عارفة. أنا عارفة، بس بحاول أقنع نفسي إنك قلقان. بس هي الثقة الزايدة عامة بتنتهي نهاية وحشة قوي في اللعبة دي. مش مشكلة، الملعب اللعب مكسب وخسارة أصلاً. حبيبنا طيب يا أستاذ، مبسوط إنك جاي معانا طيب؟ هو مبسوط ولا أنت جاي؟ جاي بمزاجك؟ شور. بجد؟ طب يلا. يلا. يلا يا بابا. يلا يا بابا بيقول لك. بابا بالراحة يا بابا. بابا إيه ده يا بابا؟ بتعمل إيه يا بابا؟ قال أنت بتعمل إيه يعني؟ يا سلام. بوظ في البنية التحتية. بوظ. يلا يا ماما. يلا يا ماما. انا هعمل كده بس عشان انتوا ايه اشرار قوي. يلا يا ماما. يلا يا ماما. يلا يا ماما. سهل قوي يا ماما، في واحده طالعه لوحدها. هي دي اللي اختارها يعني؟ ما هي يعني انا بقى اغششها. اغششها ازاي بقى؟ تغششينا احنا كمان. هغششك ما تقلقيش. يلا يا ماما. كل انسابه يا برافو عليك. برافو. في واحده ثانيه طالعه لوحدها برضه. اختها. الموضوع صعب قوي. اهي هي دي يا حبيبتي. لا لا اغششكي اكتر من كده. ماشي خلاص، هي مش عايزه اختها. اوكي. لا لا العكس. اي يلا يا رغد، انت بتعرفي تلعبيها بقى اصلا؟ اه رغد بتعرف تلعب. خلي بالك بس وانت داخله وانت خارجه. الله، البنت عارفه هي بتعمل ايه. شطوره رغد. برافو رغد. برافو جدا. يلا يا ادهوم. ادهم. نفسي حد ياخد اللي طالعه لوحدها. محدش ياخد. تحتي انا مش انا اصلا اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ تحتي قبل. هات من تحت. ايوه ايوه ماشي. اوكي. يلا يا إيلاريا. صعبت عليك يا لولا؟ هل إيلاريا هتبل ريقي وتاخد اللي انا نفسي فيه؟ شغلي دماغك انت يا لولا. ايوه برافو. شاطرة يا لولو. شطورة. برافو والله. يا برافو. يوسف بالراحة. يوسف بالراحة. يوسف بالراحة. ايد واحدة بس. يوسف بص. يوسف 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 ايد واحدة. ايد واحدة بس. هو بيستخدم ايد واحدة. ماشي. والله برافو. شاطر. شكرا يوسف، انا هذا. شكرا. يلا استاذ عماد. انا تاني؟ اه والله. مش فاكر الثقه بقى اللي كنت داخل بيها. لا مفيش ثقه المره دي بقى. نفسي تاخده اللي طالعه لوحدها. هي فين لوحدها دي؟ اهي باينه اللي فوقيها. اللي فوقيها على طول. ماشي. اه بالظبط. انت بتوشوشيه كتير قوي. انا عايزه اقول لك ان وشوشتك اللي انت بتوشوشيها له دي كلنا سامعينها. طيب. لا تعالى احطها مكانها صح. يلا اديتك النصايح كلها؟ لا انا بقول البيت هيقع. ماشي. كان بيعمل ما هو اللي هيوقعه؟ شايف اللي طالعه لوحدها دي ولا مش شايف؟ محدش شايف. بتعمل ايه يا احمد؟ محدش شايف. يعني بتعمل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت بتوقع البرج؟ انت عايز توقع البرج؟ يوقع. ليه الثقة زيرو؟ يا جماعة انتوا بالظبط. الله. يلا يا رغو. لا ماما. يلا. استنى عشان البتاع بيتهز، خليه بس يبقى طارم طارم. أنا عايزة بقى إيه ضبط النفس اللي بيحصل في كلاس. تم 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 يا أولاد. الله. لا ما مدرسة. برافو. مدرسة. يلا يلا يا ماما. ماما هتعمل ايه يوسف؟ هتوقع البرج. انا انتوا الاثنين واثقين في بعض الثقه. بسم الله ما شاء الله. أنا عندي ازواج جمال والله. يا رب واثقين ثقه رهيبه. طب شايفه يا ست الكل؟ ايوه. يا صعب كده ده. انا صوتي اتنبح. ما لازم نقع في اخر. ما هو اه ما احنا يلا يا رغوده. انا مش قلقانه من رغد قوي، مش عارفه حاسه انها برو شويه. هي بروفا.
شطوره رغد. شاطره قوي يا رغد. برافو. يلا يا ادهوم، الموضوع بيزداد سوءا وصعوبه. برافو والله يا ادهوم. ليه يا جماعه؟ ايه الاسره اللي واثقه في بعضها دي؟ ليه كده؟ يلا يا إيلاريا، الموضوع بقى صعب قوي. احنا من الفوز. شطورة. على مالك. بالراحة. زلزال. زلزال. طب ما هي هنا يعني. ما حاولي تراعي. بالراحة بالراحة. أدي بدأت. استني عشان ما بقاش أنا لو وقعتها. أنا هساعدك في إن أنا أحط لك دي صح. بس. شكراً إيلاريا. يوسف يوسف يوسف. هو جاي مكرر. يوسف يوسف زلزال زلزال. تعالى من هنا كده. تعالى يوسف. بص دي. بالروح يا يوسف. إيه رأيك؟ خد اللي على الجنب دي بالروح بالروح. اسم يوسف بالروح. إيه ده شفت؟ محظوظ يا ابني. مامتك دعيالك. قال ايه ده؟ طلعت في ايديه فجأة. بس بص بقى العكس يوسف. العكس جو. العكس يعني عكسها كيس. كده؟ ايوه كده. برافو يا يوسف. يلا تعالى. شكرا يوسف. برافو. ما انا بس عايز اعرف. انا قلت الاول مكسب. ما انا بس عايز اعرف هم جابرينك. طب يلا. لا 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 لا. سقفولي. انا كنت حاسه مش انا ابتديت وقلت لك الثقه دي اخرتها وحشه في اللعبه دي. بقيت خبره خلاص، بقيت عارفه مين هيوقعها والله بالاداء بكده بالدخله كده. يبقى الفريق الاصفر يعني وخاصه الاستاذ عماد هو اللي وقع البرج. تعالوا نكمل العابنا ونشوف عندنا تحديات ايه تاني.